بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هذا عباس يسأل فضيلة الشيخ من الطائف ويقول: كيف يتحقق التوحيد في الحج، وما فضل التوحيد، وحدثونا عن أهمية الإخلاص في العمل في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. يشترط في العمل شرطان لصحته: أولا الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدعة. الأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد يعني الإخلاص في العقيدة، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتعني تجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. فواز من الطائف يا شيخ يسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالطهارة، فيقول: الماء الطاهر والماء الطهور، ما الفرق بينهما؟ الفقهاء رحمهم الله قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر، هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والثالث النجس، الماء النجس. وبعض العلماء يقسمه إلى قسمين، يقول: الماء طهور أو نجس، طهور أو نجس، يدخل الطاهر في قسم الطهور. نعم. هل للشخص فضيلة الشيخ إذا كان على طهارة أن يصلي بهذا الوضوء عدة فروض؟ نعم، لا بأس بذلك، ولكن تجديد الوضوء لكل صلاة أفضل. نعم. فواز له سؤال عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها وأكبر هذه المعجزات؟ أكبر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. هذا القرآن أكبر معجزة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أنزل الله عليه هذا القرآن الذي أعجز الخلق. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دل هذا على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن هو المعجزة الكبرى، والمعجزة الباقية أيضا والمستمرة إلى قيام الساعة، فهو معجزة عظيمة ودائمة وثابتة في كل زمان ومكان. نعم. يقول في فقرته الأخيرة: ما واجبنا نحو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم هذه الأمة هذا الدين العظيم؟ واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عظيم: أولا الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم محبته أحب من الوالدين ومن الولد ومن الناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أربعة أشياء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. نعم. فضيلة الشيخ، ما يقول للسائل: ما خطر البدعة على العقيدة الإسلامية، وهل هذه البدعة تخل في دين المرء؟ البدعة في العمل
العمل، إذا عمل الإنسان عملا ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله فهو بدعة مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إحداث شيء لم يأتي به الرسول من الدين أو من العبادات. نعم. هذا السائل يقول: أنا في 40 يا شيخ ولم أتزوج ولم أحج، بأيهما أبدأ؟ إذا كنت تخاف على نفسك من العنت فإنه يجب عليك أن تبدأ بالزواج لأجل حماية نفسك من الوقوع في الحرام، تقدم الزواج على الحج. أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الوقوع فيما حرم الله فإنك تقدم الحج. هذا إذا كان عندك ضائقة مالية ما تتسع للحج وبالزواج. أما إذا كان وسع الله عليك فإنك تحج وتتزوج ولا حرج عليك في أي تبدأ به منهما. نعم. أم عبد الله تقول: أنا متزوجة من شخص وهذا الشخص يقول بأن حجة الإسلام على والدك، أنا لم أحج وأنا اقتربت لها الآن من 45، هل زوجي مكلف بتحجيجي أم والدي؟ لا والدك ولا زوجك مكلف بذلك، إنما هذا واجب عليك أنت، إذا استطعت بمالك وجب عليك الحج، وإن لم تستطيعي بمالك فليس عليك حج، وإن استطعت بمالك ولم تستطيعي ببدنك فإنك تحججين من ينوب عنك في حجة الإسلام إذا كان عذرك دائما. أما إذا كان في وقت محدد ويزول فإنك تنتظرين حتى يزول العذر ثم تحجين. نعم. تقول السائلة: ما الأعمال المشروعة التي تصل وتقبل يا شيخ في دخول 10 ذي الحجة؟ أبرز هذه الأعمال الصالحة في العشر. تكبير، إذا دخلت 10 ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، تكبر الله على ما هداك. وأيضا يستحب صيام 10 ذي الحجة، يستحب مع التكبير صيام 10 ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: دخلت أمي في رمضان، في بداية رمضان، في غيبوبة وكانت صحيحة سليمة ولم تصم هذا الشهر، وبعد ذلك توفيت بعد العيد، ماذا على الأولاد مأجورين؟ إذا كانت تركت الصيام من أجل المرض الذي نزل بها واستمر معها المرض حتى ماتت فليس عليها شيء. أما إذا كانت شفيت من المرض واستطاعت القضاء ولكنها تأخرت من غير عذر حتى ماتت فإنه يقضى عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أبو عمر يقول: شيخ، في مقام إبراهيم وفي الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أيضا أسأل شيخ عن الموطأ الذي وضع عليه الزجاج، حدثونا عن الآية وعن هذا. نعم، هذه هي الصخرة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقت بنائه للبيت يقف عليها وتصعد به فيبني، ويناوله إسماعيل الحجارة وهو يبني عليهما الصلاة والسلام. قد أبقى الله موطئ قدميه على هذه الصخرة تذكير للمسلمين وعبرة وعظة. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني عند هذه الصخرة التي قام عليها وفيها أثر قدميه يصلي عندها المسلم متوجها إلى الكعبة، توجها إلى الكعبة، صلي لله عز وجل متوجها إلى الكعبة. نعم. يسأل هذا السائل يقول: هل علي فضيلة الشيخ أن أحضر خطبة عرفة يوم 9؟ لا، ما يجب عليك حضور خطبة عرفة، لكن إذا استمعت لها واستفدت منها هذا شيء طيب وفيه أجر وثواب. نعم. يقول: ما أفضل الدعاء في هذا اليوم العظيم الشيخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الدعاء في يوم عرفة فيه فضل عظيم، وهو مظنة الإجابة من الله عز وجل، ويكثر من قول لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. هذا يسأل عن الأضحية فضيلة الشيخ، وهل هي خاصة بالأموات أم بالأحياء؟ الأضحية عبادة عظيمة، عبادة مالية عظيمة، وفي
فيها ثواب عظيم، وتشرع للأحياء وللأموات، تشرع للأحياء أن يضحوا، وتشرع أيضا أن يهدى ثوابها للأموات لأنها عمل صالح وصدقة تنفع الأموات بإذن الله. نعم. تقول السائلة يا شيخ، ما صحة حديث من قدر على الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا؟ في هذا اللفظ لا أعرفه، لا أعرفه، لكن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، شعيرة ونسيكة، ينبغي للمسلم أن يضحي في أيام الأضحية. نعم. تقول: من المخاطب في الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ خاطب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكل من حج إلى يوم القيامة فإنه مجيب لهذا النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهي يلبي إجابة لدعوة إبراهيم بأمر الله عز وجل الحج. نعم. له فقرة أخرى يختم بها هذه الأسئلة، يقول: شيخ، أخذ بعض المناسك للاستفادة منها، وبماذا تنصحون مأجورين والجميع يريد أن يحج أو يعتمر؟ نعم، لا بأس يأخذ من المناسك الصحيحة المختصرة، من المناسك الصحيحة المختصرة، وأقرب ما في أيدي الناس وأصح ما في أيدي الناس اليوم منسك الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. له السائل أبو عادل يقول: ما كيفية الإحرام من مكة، وماذا يقول المحرم عند النية، وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، وأما من أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل من التنعيم أو من الجعرانة، ولا يحرم بالعمرة من مكة، إنما يحرم بالحج فقط. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس الحقيقة تمضي عليه الدقائق والساعات والأوقات وهو في منى أو في عرفة ولم يذكر الله، الذكر والتسبيح والتهليل تغفل عن كثير من الناس في تلك الأماكن الطيبة. نعم، هذا نقص، هذا نقص وضياع للفضيلة، ينبغي للمسلم أن في أيام منى وفي أيام الحج أن يكثر من ذكر الله، واذكر الله في أيام معدودات، يكثر من ذكر الله عز وجل ومن التلبية ومن الدعاء. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، عند دخول العشر أنا أحيانا وأنا في المطبخ أستمع إلى القرآن وأعمل في البيت لتحضير الطعام للأولاد، فهل أؤجر على سماعي للقرآن دون القراءة؟ نعم، تؤجرين على استماع القرآن كما يؤجر القارئ للقرآن، ولكن القراءة أفضل، كونك تقرأين أنت أفضل من الاستماع، والاستماع فيه أجر، قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأنت على أجر في كلا الأمرين، في أنك تعدين الطعام للصوام من أهل بيتك، وفي أنك أيضا تستمعين للقرآن في أثناء العمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكبير المطلق والتكبير المقيد، بعض الناس لا يفرق بينهم فيظل يكبر في كل وقت. نعم، هناك تكبير مطلق في كل وقت من الليل والنهار في عشر ذي الحجة، وهناك تكبير مقيد، وهو المقيد بأدبار الصلوات المفروضة مع جماعة، الصلاة المفروضة مع جماعة، وذلك في أيام التشريق، يبدأ من ظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون، هل ورد هذا وما معناه؟ نعم، ورد معناه: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. المسلم يكون مع المسلمين ولا يشذ عنهم، لا يشذ عن المسلمين، فإذا صام المسلمون رمضان صام معهم، وإذا أفطروا رمضان أفطر معهم ولا يشذ عنهم. نعم. أخيرا يا شيخ، يقول: كم يحتاج المسلم إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر، وهل إذا ختم المسلم أو المسلمة القرآن في شهرين يكون قد تأخر في القراءة؟ حسب استطاعته وحسب مقدرته، سواء ختمه في كل شهر أو في كل عشرة أيام أو في كل ثلاثة أيام، هذا الذي ورد توقيت قراءة القرآن، ثلاثة أيام
أيام أو 10 أيام أو في كل شهر. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل من الفنيين والمخرجين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.